إنا لله وإنا إليه راجعون كل النفس ضائقة الموت ما أنت واحد نعاسني ولكن سعيد محمود قرهي إلهي نحرستي شناها كورابيو وينود عيننا لنعان وهذا وضع ركتان أنت سقط بي اللي يرى ذا أول ربي إدادي سيوب بضن إلهي نحرستي شناها كورابيو قويسكي قرابدي يا أصحابتينا يقودها سبال لأن إلهي صبر يا إيمانك سيو وحا كلو هل كان أنا وفاي دي سنة يا مالين بوين وارغنا إن قف لأس يو قف فونا ورو ما هيسيد مالين تايتا دي نغونيسو وانداء يرى هاي وان وينك محر نا سعيد بدا ليروها دمانتين أي نسود عفينو سعيدنا أي نعفينو إلهي نحريسنا كورابيو تو كرانا أينو كفايدو دي واعب رقادة شي ومالي والبوين اقا ولالكين أما قادر كين أما بدينا أبتونا وونا كجاي من إنه قفروا با وراجع كنت ذل واللي بقول هذا ورباهين تيجي بره بالسودنا وراجع حيوك هسهرارو إيريجو قلة إيريجو وراجع في السانة إفك آخره بوك وفعيا كل نفس دائقة الموت إلى هاي نحرستي شنها كورابيو سعيد محمود قهير ما أنت آسكي سيبين وشوفنا سعيد إلهي مركو هران حريس بين أوي دينينا إلهي دم بداف بين أوي دينينا إلهي إن سؤاش غبرقة أفضل دي أو أدب يري أيون إلهي سعيد أوي دينينا سعيد وحو هانين قراية وحو هانين هالأبور له وكم إذا الأبور هذا أما قراية ذا جمهورية سومالي لان وحو هانين دالي يرأه ومقي عيسى iyorunti daadiisu ay aad u kala dheereysay waxa uu ahaa inay bagciisu runtii uu aad u duulay waxa uu ahaa Saciid qoraa buugaag farabadan runtii taariikhda ka qoray dad waaweyn oo reer Soomaaliland oo magac kula iyo subcad taariikhdooda keydiyay halgankiisii runtii qoraana isagu laftiisu wax badan ka qoray markaas Saciid قرايدا هي بحدا دقنكا هي قويسكي هي قرابدي او كبحي اي تعسي هلكن رنتي او قدرينا ارنتا لباد ان دون يا سعيد هلكن نوغا فايديستو سعيد و هو نين قرايا او وخ قرا رنتي عيد كاستا او اي اس قبتين اما با قالن كيسا رنتي دبستاي قرال كيسو دبستاي وحانو كودسنينا عفس ان هي عفس يا مسامح ما أنت هو مرحون وينجاه هو سيا قلم بورنتي وحكو قري شري وحبا ذنب بورنتي سعيد شاقي أو قري بركه وحلا جاي يا بادت كا وحكو قري هنا يدات كو عيد بصدر ورنتي قف كستاب وقدد على شكو هي أجران بركه هو عمره وأنا رنتي وحكو قادشو بركه هو حين كعد صين دات كا شعب كرير سومان الآن هدي سعيد وحكتر سنين إلا عفية سعيد وينود عينه وينود عينه إنه يلهي نحرستي شنو وكورابيو إنه هنا إنه دمان تنس وده عفنه كيرد وحق والله كله الرين يا ما نم والبقف باكو حكما سيدا إنه قرشي على نرش وقال لي هنا وحين أبا هنا هنا إنه الدنيا ذا يا آخر بقى إنه الدنيا ذا قرشي على وقال لي هاي إنه آخر ذا قرشي على أنت يا إنه غير إنه سعيد صدع شكر وهذا اللي تعسين نكون عادي جيري كتبي ولا الكيسة كلا بكاد لأي تعسيب ودراي إنه تيسو كحيق دونت عيد أوجين هي عيد فيليسي رنتي ما يوجين مركا عمر هذا أنت هسوي كلية أي رنتي إنه غفلان إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت ما أنت واحد نشوفنا أسكي أبو سعيد محمود قهير وهاني دل يراه وقرايا معلنا وقت في استاء وحق ديرنا runtii maanta si xalata geeriyooday sugan aad baa waxaanu runtii geeri naxdin leh marka waxaan ka tacsiyeenayaa jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka tacsiyeenayaa qoyskiisii ehelkiisii carruurtiisii waxaan ka tacsiyeenayaa dhamaan bahdii abaanada bahdii qorayaasha bahdii ma garanaysa xaq u dirirka ahayd ee runtii xaq u dirirka marka yiraahdo waxa weeyaan dadka tacadiga loo geysto وحنتي تعوده يعني استع يعني عن هاللي كرينين هو هلا هو ده رنتي باور يا ود قليه
runtii aanu ogeyn dhowr dhalinyaraha oo abwaanaha la xirxiray oo bahdiisa runtii aad iyo aad ugu xidhan aad iyo aad baan uga tacsiideynayaa runtii qodobka labaadan runtii aad dhalinyarada ugu dhiirigelinaya waxa weeyaan siciid maanta waxa uu soo baxay ummad iyo khalqi baa u soo baxay si qaran oo heer qarana baa loo aasay sharaf baa lagu aasay waxaa lagu aasay isagoo runtii la jecel yahay qof walibana maalin unbuu dhiman lahaa ee wuxuu dhintay maalin la jecel yahay buu dhintay isagaan maal lagu jeclayn isagaan xil lagu jeclayn isagaan ma garanaysa ummadnimada waxa uu soo qabtay oo shaksiya uu soo qabtay ayaa lagu jecel yahay ama bugaagu qoray ama runtii gabayo uu curiyey ama ma garanaysaa dad aan hadli karayn oo u dooday runtii wax badana uu qabto samafala uu sameeyey ayaa runtii waxaasuu dad ugu soo baxay lagu jeclaa marka dhallinyarada kalena waxaan leeyahay war un siyaasaddu yay nagaga soo goobin iyo qabyaalada wax nolosha aad kaalin aad buuxiso ayaa runtii qof kasta looga baahan yahay markaas ciid kaalintiisii buu buuxiyey ilaahay jannadii ha geeyo ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay ubadkiisiiyo reerkiisiiyo ehelkiisiiyo qaranka joomaalilaha bacawil khayr qaba haynoogu bedelo waxaynu ilaahay uga rajeynaynaa inuu jannatul firdowsa geeyo saasaynu ugu ducaynaynaa maanta intaasunbaa inaga raacaysa waa kafantaa iyo intaa yare laysku aasiyo baa inaga raacaysa marka tacsidaasan iyadana halka kala wadaagayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aaskii abwaan macalin xaqudiro siciid maxamuud gahayr oo xalay toole xaqii u yimid oo geeriyooday siciid waxuu ahaa xaqudirir u dooda oo u hadla dadka aan hadlan karin ama xabsiya ku jira ama sida kale dunida dusheeda lagu ciilay oo cid ka awood badan hadba dhibaateynayso ayuu hadli jiray siciid wuxuu ahaa bare ama macalin maxaa iskuulada sare ee dalka iyo jaamacadaha dalka waxauu dhigi jiray maadooyin kala duwan wuxuu aa nin dad fara badan soo baray intii uu wax dhigi jiray wuxuu aa intii uu noolaa dad wuxuu qoray buwaag fara badan maanta waxaanu ilaahay uga baranaa inu ilaahay u naxariisto inuu ilaahay naxariista janno ka waraabiyo inuu eheladiisii samir iyo iimaan ka siiyo dhammaanna maxamuud gahayr oo dhan waxaan ilaahay uga baraynaa inuu qabriga neecawqa ku siiyo dhammaan waxay caddaynaysaa siciid qofka uu ahaa dadka intaa la eg ka soo qayb galay oo loodkiisii oo dhallinyaradii aada isku yaqaanayna dad ay isku barteen baraha bulshada intii dambe waxaa qowdirarka ahaa dhammaan waxay ka mara kacayaan siciid inuu ahaa qof u nool inuu dad dhibban gargaaro ama dadka bini'aadanka siyuu noloshiisa u gargaaro mar uu macalinnimo iyo qalin ku gargaaro iyo mar uu codkiisa ku gargaaro iyo mar uu taariikhda weeleeyo siciid waxa uu qoray intaan ogahay ilaa 10 buug buu qoray oo uu ka qoray dad nolosha wax weyn ku soo kordhiyey oo uu dhaxalkoodii inoo reebay hadda oo iminka siciid geeriyooday wuxuu ku hawlanaa inuu maadada biyolojiga oo macalinka ka ahaa inuu af soomaali ka dhiga buugga biyolojiga marka waxaan ilaahay uga baraynaa inuu ilaahay u naxariiso siciid maxamuud gahayr samiriya imaane heladiisa ka siiyo aad ba umaadsat ilaahay ha u naxariiso siciid maxamuud gahayr oo ahaa bara sare iyo qoraa iyo abwaan kaasoo bulshadiisa tacab badan gashaday siciid anigu waxaan isbaranay anigoo intan ka daa yar buu macalin ii noqday sharaf bay ahayd inuu macalin ii noqdo markii dambena waan hadli kara lahay runtii aan isku soo gaarnay bahda qoraalka xaggaasna macalin buu iigu noqday siciid runtii waxaa qof hawlkara deeqsiya halgamaa ah runtii ah mar kasta qof carogu ah dadka inta baahan maalmihii u dambeeyey waxaan ka wada shaqaynaynay akademiyadda qalin oo ugu tala galay isagu fikirka lahaa in dadka bahda qoraalka ay isku yimaadaan oo meel ay dantooda kaga tashadaan ay samaystaan isagaa xeerka qoray isagaa intaa dad meesha isugu timid isugu yeedhay waxyaalo fara badanoo maskaxiisa ku jiray ayaa runtii ka dhex guuxayey waxaa qof aad iyo aad u awood badan oo dadaal badan oo deeqsiya oo gob ah siciid waxaan ku xasuusan doonaa inuu ahaa nin inta badan maxay ahayday dadka inta masaakiinta u adeega siciid waxyaalahan la yaabi jiray waxaa ka mid ahaa awoodda ku jirta ee qalinka weliba qaabilsan buug aan qoray ayaan u dhiibay gogoldhigga siciid wuxuu isoo qoray konton beej waan la yaaba waxaan ku yidhi waa buug kale siciid oo maxaa dhacay marka haddaad tiraahdo waxaas ila soo qabo amba maaragtay aan ka wada shaqayno wuxuu ahaa qof bannaanka ku fiican wuxuu ahaa qof howlkar ah wuxuu ahaa runtii qof aan marnaba aad ka xiisa goynahayn annaga taayadu saaxiibtinama ma ahayne walaalnimo ahayd runtii
سعيد لفظي كوني يطبان كيحي اللي كله بان اسبراني رونتي إلا ستيت سنظود وحانو كوكالا مقنهنون انتي اللي هردو إن الله انتك لا تدو ذي تشوغة سعيد استعميش زي وناكي يطد نماذا لا رونتي لما سوك هو يخرو إن إساقو وحبادن هلي كريي حتنا وحا انت بضان اسكوح السعراء تنتي كود ولي بددك نلوشو دي هو سيسا عدكو دو ميل جاني بو انت بضان اسكح لسال جري إن هذا البدن ما أورون كراو لكن سعيد وحو لها أستامو بدن ومؤمنين تليهين سعيد إن دود لي أو تيغل لي أو تيريل لي أو مركات بلانتان أذيقونا أدن كالي دحي إساو كاقا صور راي ماشا كو بلانتين مركاها سعيد وحنا قلو قد بوني واد دعو دعو أم با سعيد يعني هل كان أمرين إنا لفو لغا وقت غير لي دحي نفل وقت غير مب هذا المرايسو قلت وجيري وحق ويان أبوان سمفلة قراء معلن انت بشهد اي تهيب ووحا سعيد وحانو كجرانا إنا ومدر يسوكو تميد تلمامها هي قيمها بشهد انت ما وكوشري سعيد غفلو يغانو وكرنا يغانو يغانو نقو سيقا عرا وحانو غوضك وحانو غوضك وحانو غوضك وحانو غوضك وحاسو حولينا وحاينين دين تبود سفروان وضاق الله سفروان وضاق الله تشدي ووضعنا كنت والله وفقها قف نفر له قف كستنا تاوغ مرخاتك عيا قف كيسيا وحدي انقرب كيسي عندنا الله قدلمين قف بلان له قف وحوها كو أدق حقا يخونتا يعدالة وحوها قف مرخات وباحتو انت تكفي لسشن شيرلا كلا قوانية كنتي وحن حسوستا قف كستي او قراية عم السوغان ليهانا عم بحول وضا او ان سعيد صومرين او دل يراح مترين بوك تسقيق الصومالي دك صوب حدا او دم مورا كرانو معاترم شكري الصومالي وحي بوك قرطو labaatigi sano gudan bay baan oran karaa buug aanu suciitay fikirkiisa ku jirayna la helayeen baan maleeynaa buug qof waligii kuma oran u geeyay haduu doono macallimka farbarad ha ahaadee kuma oranayn ma karayo waxyaabaha la yaabi jiray waxa kamida suciid siduu fikirka u qaban jiray buugga bilow ilaa dhamaad uu ku soo calaamadinay taasina waxay ku tusaysay sabab maalmo yar oo kooban ku qaadanayay oo weliba mutadawacnimo ahayd maxamuud gahayr waxa uu qofka nagu qaalayaa een Saciid Maxamuud Gaheerani wuxuu ka mid ahaa mid ka mid ah macallimiinteeda wax ka soo dhigtay buu ahaa een markii dambe waxaan wada shaqeynay waxaan ka wada shaqeynay mihnada waxbarashada ba macallimadana ka wada shaqeynay mihnada sidoo kale si gaar ah isku mihnad baan isku sii ahayn een asxaabna runtii waan wada ahayn Saciid Maxamuud Gaheer waxaan qof qiimo badan runtii oo bulshada tacab fara badan gashaday ee barbara fara badan runtii waxbaray oo soo saaray siyaabo kala duwan si toos ah sida buu runtii wax uga barteen een dabcan kulli xal uu ka tagay Saciid Maxamuud Gaheer aqooneed fikradeed aragtiin uu ka tagay een maanta waan marxuum wey naga hooseeya waxa samayay bulsho wuxuu xaroog u hadlay dadka aan codkoodu dheereen midkooda aan codkoodu aan meel gaarin habeen iyo maalinba oo adeega oo shaqeeyo waqtigiisa kulmiyo runtii baahintiisa galiya xuquuqiisa iyo caqligiisa iyo cilmigiisa runtii galiya buu ahaa maanta wey naga hooseeyay Ilaahay qabriga ha u nuuro ehelkiisa qaraabada uu ka dhintay Ilaahay sabriye baan ka siiyo dhamaanteena Ilaahay sabriye baan naga wada siiyo marxuum Saciid Maxamuud Gaheer aan Saciid Maxamuud Gaheer warfa aan anagu class speed baan ahayn anaga iyo farxaan iyo lodkayaga in ka Cabdi Qaadir Reer halka taagan sida in ay ko warameen intii go horeysay intii ga dambaysaaba aqoon gaar aan usul ahayn oo tu eheliyada baan lahayn saaxiib gaar aan lahayn aniga Saciid Allah u naxariisto ifka wuxuu kaga tabay hal wiil oo Maxamuud Saciid Maxamuud Gaheer leeyda aya oo muxsin oo la yaqaano marka dhalinyaradii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo bahdii qoraayada inta uu ka tacsayn waxaan leenahay samir iyo Allah inaga siiyo isagana Ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo dambigiisiina Allah dhaafo dambigi waalintiina Allah dhaafo halkaasina wada maraynaa kulley intaasan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahir rahmaanir rahiim innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun Ilaahay Saciid Maxamuud Gaheer oo naxariisto qofatu ku hadlay lahaa dunida ku hadlay Ilaahay kaana rasuulullaahi xaya wa baaqiha nimu maxad loo diin lahaa eelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii baan ka taxsiidinaya ilaahay inuu naxariisto Saciid Maxamuud Gaheer iyo xaafadii iyo asxaabtiiba ilaahay inuu naxariisto adiga adnus inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun abwaan Saciid Maxamuud Gaheer oo aan waqti badan soo wada qaadanay
إلا مرحلة دي وحبرشدة أنت دمنا عن صاحبات كلوا هين إلهي وحن ويديني دم داف إلهي دم دافو سنة فردوس جيا على وقبر جيا يا عذاب كوين بكبت باديو دمانة هلكي وكبحي يا دمانة ما درس وما لنا يوم ما تصوم عليه ده وكبحي بإلهي سمريه من عكسيه إن الله وإنا راجعون جارهان هلكي سيو قيس كيسي يا أصحاب تبر دمانة إلهي سمريه من عكسيه إلهي سنا عون حريستو عيد كستو أو حكت رسنة سنا وحن ولا نهاي هيسك عفيدو ما أنت عفيس بوين وجبه هاي هاي ما دام وهاقف دلنيرا وبلشود دور وين وقشرة ومحسنة وقف كستو تلع سن عروه هاي وهذا الكيس ميل دير جارسين كشري على جا بعدت بدن وقصة ذي نيشيران تدل دي ساس بدن وتلع سن ويتبي دونان مركها إلى هون حريستي يجون عدي كستي وحكتر سنة سابا هيسك عفيدو داس كشوكتي عدك مغنبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أخذ ولا هو معده وكل شيء عنده بيجي المصمم سعيد محمود جهير إلى هون حريستو شخصية هارون تي أدو في عن سعيد إنك استوري قد أهان وجايرها لكن هذا رستي تبصر صاحبها لو كل يشم من صبرني إلا يمكن صاحبها وحاقف وناك بدون كسنتن إلهي وحنا قبر يا سبحانه وتعالى إنه شنة الفردوس على كورابيه لما أن أهل كي يقرب دينا ويا أمدي كلا أصحاب الله هيدنا يسمريه من دمانته تكسيه.